انا هنا عامله سطر من غرزه العمود بلفه. دلوقتي هشتغل في الباك لوب، هعمل ارتفاع الاول 3 سلاسل عشان اطلع للسطر الثاني، هاخد لفه على الابره وهدخل عندي. طبعا دي اول غرزه مش هدخل فيها، هدخل في تاني غرزه تحت الباك لوب وهبتدي اعمل غرزه العمود بلفه. تاني الغرزه الثانيه اللي بعدها هدخل تحت الباك لوب وهعمل عمود بلفه بالشكل ده لحد نهايه السطر. عندي اخر غرزة في السطر هي اللي هنشتغلها في ارتفاع السلاسل اللي كان في السطر اللي قبل كده. فانا عندي ارتفاع السلاسل اهو 1 2 3، هدخل في السلسلة الثالثة تحت فتلة واحدة وهعمل عمود بلف. تمام، هعمل ارتفاع 1 2 3 ثلاث سلاسل وهلف الشغل عشان اشتغل السطر اللي بعد كده. هاخد لفة وهدخل، مش هدخل في اول غرزة، هدخل في تاني واحدة اهي في الباك لوب وهعمل عمود بلفة تاني اهي. وهفضل اشتغل لحد اخر السطر في اللفة الخلفية. انا عندي هنا ده كده دلوقتي اخر عمود بلفة في السلسلة، هدخل في الباك لوب بتاع السلسلة برضو وهشتغل اخر عمود بلفة. نيجي نبص على العينة، هنبص نلاقي ان هي بدأت يكون فيها زي تكون مقلمة.